أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة. أكد أن الأهداف النبيلة التي يسعى لتحقيقها دور خالد بن حمد لكرة قدم الصالات تتوافق مع الرؤية السديدة لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه والرامية لزيادة حجم البرامج والأنشطة الموجهة للشباب، الأمر الذي يساهم في تنمية مهاراتهم المختلفة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمناسبة الإعلان عن انطلاقة دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية والأندية الوطنية ولذوي العزيمة والفتيات والوزارات والجاليات لكرة قدم الصالات، قال إنه منذ انطلاقة الدور فقد نجح في تحقيق جملة من الأهداف الرياضية البارزة، من بينها رفد كرة القدم البحرينية بالمواهب الكروية القادرة على تمثيل المملكة بصورة مميزة في المشاركات الإقليمية والدولية. وأشار سموه إلى أن الدوري اليوم يحظى بمشاركة كبيرة من قبل الشباب، مشيدا بجهود وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وحرصها على إنجاح الدوري. وكانت اللجنة المنظمة للدوري قد عقدت مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدوري. أهداف نبيلة يسعى إلى تحقيقها دوري خالد بن حمد لكرة القدم للصالات، والتي تتوافق مع رؤية عاهل البلاد المفدى والرامية إلى زيادة حجم البرامج والأنشطة الموجهة للشباب، الأمر الذي سيساهم في تنمية مهاراتهم المختلفة في كافة المجالات بما فيها الجانب الشبابي والرياضي. دوري خالد بن حمد أحد مبادرات سموه الداعمة للشباب في المجالين الرياضي والإنساني، ولحرصها على مواصلة الاحترافية عقدت اللجنة المنظمة التابعة للدوري مؤتمرا صحفيا، وذلك للكشف عن تفاصيل دوري هذا العام، حيث تطرق المؤتمر إلى التطور الملحوظ الذي شهده على مستوى المشاركات منذ انطلاقته، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة في النسخة الأولى 16 فريقا، ثم 22 في النسخة الثانية و32 في النسخة الثالثة، قبل أن يصل إلى 36 في النسخة الرابعة، ثم 59 في النسخة الخامسة، في حين سيشارك 83 فريقا في نسخة هذا العام الحالي 2018 في رقم قياسي كبير وجديد. طبعا من ضمن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة هناك مبادرات كثيرة، سواء كانت مبادرات ثقافية، فنية، إنسانية، رياضية. دوري خالد بن حمد لكرة قدم الصالات يأتي من ضمن المبادرات الرياضية. طبعا احنا في النسخة الحالية راح تكون هي النسخة السادسة، وحتى الآن يعني هذه النسخة شهدنا مشاركة كبيرة من الفرق. طبعا هناك في 6 دوريات راح تكون مختلفة في هذه النسخة السادسة، وهذا شيء جديد يعني بالنسبة للمشاركين. بالنسبة لمشاركاتنا احنا هي الخامس مشاركة إلينا، من أول بطولة ما شاركنا فيها كنا ننافس على البطولة، من أول بطولة إلى نهائي آخر بطولة اللي قيمت العام الماضي كنا دائما في المشاركات. ونشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على اهتمامه بالشباب واهتمام المراكز وإقامة الأنشطة الرياضية مثل هذه الأمور، تجذب الشباب والجمهور وتحصل كانها مهرجان رياضي في سبيل إنجاح هذه النسخة إن شاء الله. وكعادتها تسعى اللجنة المنظمة لدور خالد بن حمد لإبراز هذا الحدث بحلة تنظيمية زاهية، وذلك بالخروج بكل ما هو جديد، حيث كشف المؤتمر عن مبادرة دوريات والتي تأتي ضمن المبادرات التي ستقدم في دور خالد بن حمد، حيث ستقام مباراة السوبر البحريني الإماراتي بين بطل دور خالد بن حمد في النسخة الماضية فريق المحرق وبين بطل دور المراكز الشبابية في دولة الإمارات العربية المتحدة. والله احنا ابتدينا قبل هالاجتماع هذه بالاتصال بجميع المراكز الخاصة بذوي العزيمة وذوي الإعاقة والمبصرين حق دعونا وحق المشاركة، فعلى العام والسنة حصلنا حوالي 8 فرق إن شاء الله بيكونوا مشاركين في هذه البطولة، اللي هو العام الماضي كان بطل البطولة دول السبيش الأولمبيك اللي هو الأولمبيات الخاص، بس السنة دخلنا فريقين اللي هو الإعاقة السمعية وفي فريقين من جمعية المحفزين وجمعية جديدة اللي هي جمعية الشلل الدماغي. طبعا في بداية الأمر نتقدم جزيل الشكر العرفان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تفضله بإطلاق هذه المبادرة للتعد الأولى من نوعها اللي تخص
الجهات الحكومية. يمكن هاي أول مرة يصير هناك دوري خاص حق القطاع الحكومي. يمكن سمعنا عن دور الأندية، دور القطاع للشركات الخاصة. هذه المباراة تعد الأولى من نوعها الخاص فئات القطاع الحكومي. كشف المؤتمر عن إقامة 168 مباراة في جميع المسابقات في رقم قياسي جديد مقارنة بالفترة الزمنية التي ستقام فيها المسابقات. وبعد نهاية المؤتمر أجريت قرعة الدوري للدوريات الستة، وهم دور المراكز الشبابية ودور الأندية الوطنية، دور الفتيات، دور ذوي العزيمة، بالإضافة إلى دور الوزارات ودور الجاليات.